في قمة عربية خالصة سيكون ريان القطري على موعد مع اختبار قوي أمام النصر السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. سيكون ذلك خلال المباراة التي ستجمعهما على أستاد جامعة الملك سعود بالرياض. وفادنا حمد نواف والمزيد من التفاصيل. الرحلة الآسيوية في خطواتها الأولى هذا الموسم للريان والنصر، سيستضيف فيها النادي السعودي منافسه القطري في مباراة يسعى فيها النصر إلى تحقيق أول انتصار بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الشرطة العراقي. رفقاء رونالدو ومنذ قدوم المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي خلفا للمقال لويس كاسترو حققوا الانتصار في كل المباريات التي خاضوها في المنافسات المحلية بفوزهم في 3 مباريات. هذه الانتصارات يراها المدرب بيولي بأنها عززت ثقة الفريق، خصوصا بعد الهزيمة الكبيرة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي. وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع إمريك لابورت الذي تعرض للإصابة في آخر مباراة أمام الوحدة، ويعمل المدرب بيولي على تجهيز لاعبه تاليسكا تجنبا لأي مفاجأة غير متوقعة أمام نادي الريان الذي يعتبر الفوز عليه تحديا جديدا في المنافسة الآسيوية. يجب أن نكون فريقا متماسكا للغاية مع رفع شعار الحظر على المستوى الدفاعي، كما يجب أيضا أن نفرض رقابة مشددة على لاعبي الفريق المنافس على أمل أن تساندنا جماهيرنا بحماس، لأن الفريق في حاجة إلى ذلك في هذه المباراة. الضيف الريان القطري حل بالسعودية بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لا تقل عن التعادل، خصوصا بعد الهزيمة الكبيرة على ميدانه أمام الهلال بثلاثية، وبعد فسخ عقد مدرب الفريق السويدي بويا أسباغي. يعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد يونس علي على تحسين موقف الفريق على جميع المستويات واكتساب ثقة العودة للمنافسة محليا وقاريا، مع إدراكه بصعوبة المرحلة التي يمر بها نادي الريان. ورغم ذلك سيواجه الرهيب منافسه بقائمة مكتملة يسعى من خلالها إلى تحقيق نتيجة جيدة واقتناص النقاط 3 التي ستعيد نادي الرهيب إلى السكة، خصوصا وأن الفريق لم يحقق أي انتصار منذ هزيمته الآسيوية أمام الهلال وخسارته محليا أمام كل من الوكرة والعربي. ويعول الريان على لاعبيه لصنع الفارق أبرزهم تريزيجيه وروجر جيدش وأشرف بن شرقي وتحقيق النقاط 3 دون النظر إلى قيمة المنافس. المباراة راح تكون صعبة أمام منافس صعب في ملعب صعب، لكن على ثقة كبيرة بأن الفريق جاهز إن شاء الله أنه يقدم مستوى مميز جدا، مثل ما كان حضوره أيضا مميز جدا رغم خسارته أمام الهلال السعودي في المباراة الأولى، لأن الفريق عازم على الظهور بشكل أفضل وأقوى خلال المباراة الثانية أمام منافسنا النصر إن شاء الله. في مباراة النصر وضيفه الريان، صاحب الأرض يبحث عن النقاط 3 والانتصار، والضيف يريد الاستفاقة والعودة إلى المسار. حمد نواف، بي إن سبورتس، الرياض.